السلام عليكم ورحمه الله. تجربه جهاز سيمبليكس بليس. اول حاجه نخيروا المود اللي راح نخدموا به. احنا خيرنا المود الاول. ثاني حاجه نزيدوا في الحساسيه ونقصوا، ما درناهاش الاخر. ثالث حاجه هذه الصوت، نديروا الموازنه الارضيه للجهاز. نخيروا هذا الثاني ونلضوا على البطونه هذه، نبقاو لاضين، وبعد نبومبيو الجهاز. كي يعطينا الرنه هذه نحبسو ونستناو يرجع الجهاز للوضع نتاعو الطبيعي. هنا رانا عازلين معدن الحديد 3 درجات الاولين، هما اللي خاصين بالحديد. هذه فضة، خاتم فضة يعطينا عليه رقم 70، ذهب يعطينا عليه 60، فضة، حديد، مسمار، هذا مسمار. الجهاز عزلو تماما، هذا ذهب، هذه فضة. السلام عليكم.